مكتب طب الموحد في منطقة الماش، نعاني الآن في هذه المنطقة من وباء هو الحمى التيفي والمواطية الذي انتشر كثيرا من الناس، حيث كل يوم يأتينا لا يقل عن 15 إلى 20 مصاب. لهذا السبب أصبح لدينا قلة موارد وشح كبير. نستدل على هذا المرض بكواشف الفيدال والرايت التي تعطي نسبة لهذا المرض ويتم عن طريقها إعطاء العلاج المناسب له.